مساء الخير مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم لقاء جديد في من القاهرة. أهلا وسهلا. كالعادة مجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام بعدها الحوارات. اليوم عندنا حوارين. الحوار الأول بعد التعديل الوزاري، ماذا يريد المواطن من الحكومة خلال الفترة القادمة؟ الموضوع الثاني بعد أو بهدف زيادة الصادرات، وزارة الصناعة ورجال الأعمال بيطلبوا بوضع سياسات مالية ونقدية تتماشى مع زيادة الصادرات وتواكب مناخ الاستثمار بشكل عام. دول الحوارين. طيب الأخبار، بداية الأخبار، وجه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في توفير كافة عناصر النجاح لمشروعات الاستصلاح الزراعي بالدلتا الجديدة والصعيد وجنوب الوادي بالتوازي مع حوكمة الإدارة والتشغيل. جاء ذلك خلال اجتماع سيادته برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر لبحث مشروعات الاستصلاح الزراعي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، خاصة في إطار الدلتا الجديدة وشرق العوينات وتوشكى وصعيد مصر. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر في إطار الدلتا الجديدة، فضلا عن تفاصيل سير العمل بمكونات المشروع من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة للمياه وشبكة تغذية الكهرباء من خلال محطات كهرباء الدلتا الجديدة. وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في توفير كافة عناصر النجاح لتلك المشروعات بالتوازي مع حوكمة الإدارة والتشغيل بهدف تحقيق الطاقة الإنتاجية القصوى المخططة، وذلك كمبدأ عام أساسي لجميع المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضا استعراض الموقف التنفيذي لمشروع استصلاح الأراضي في محافظتي المنيا و بني سويف، بما فيها الأعمال الجارية في البنية الأساسية من إقامة محطات الرفع الداخلية ومد خطوط المياه والترع والمخصصات المائية والتغذية الكهربائية، بالإضافة إلى مستجدات العمل بمشروع الصوب الزراعية في قطاع اللاهون على محور أسيوط الغربي جنوب الفيوم. وتم كذلك عرض الموقف التنفيذي الخاص باستصلاح الأراضي الزراعية في منطقة شرق العوينات، حيث وجه السيد الرئيس بتدقيق الدراسات في منطقة شرق العوينات نظرا لطبيعتها الجغرافية ونوعيات التربة والتضاريس الجغرافية والمناخ ومصادر المياه المتاحة، مع انتقاء أفضل المحاصيل التي يمكن زراعتها في المنطقة بما يتماشى مع تلك العوامل. أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص فيما يخص عمليات إنتاج التقاوي للعمل في إطار الخريطة الصنفية، خاصة للمحاصيل الاستراتيجية. جاء ذلك خلال تفقد وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ محطة غربلة تقاوي المحاصيل الزراعية بمحطة البحوث الزراعية بسخة. انطلاقا من استراتيجية وزارة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي لمصر ومتابعة إنتاج أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، جاءت زيارة وزير الزراعة السيد القصير لمحطة سخا للبحوث الزراعية بمحافظة كفر الشيخ، والتي تعد واحدة من أكبر المحطات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط للوقوف على التجارب البحثية لمحاصيل الذرة والأرز والقطن. أهم قضايا العالم كله قضية الأمن الغذائي، وبالتالي اللي احنا بنشوفه النهاردة في الإنتاجية العالية، في جودة الأصناف، في تنوعها زي ما حضرتك شفتم أصناف على 100 يوم، أصناف حضرتك الكوز بيبقى ناضج
وناشف هو زي ما حضراتكم، والعود اخضر وبالتالي بيستخدم في العلف، وبالتالي تعظيم الاستخدام بدل ما كان يبقى مخلفات زراعيه اصبح بيستخدم في العلف. نوعيات بتستخدم لتدعيم علف الدواجن وبيساعد على معدل نمو الدواجن ويعني جوده اللحوم. محطه البحوث الزراعيه بسخه تاسست سنه 1960 للاهتمام بالشان الزراعي في مصر والاهتمام بالانتاج العلمي والبحثي. احنا المحور الاولاني اللي هو البرامج البحثيه، وده زي ما سعادتك هتشوف النهارده ان شاء الله، هتشوف هجوم جديده في محصول الدوا، وهنشوف اصناف جديده في الرز واصناف جديده في محصول القطن. علاوه كمان احنا عندنا النشاط الانتاجي. الجوله بمحطه سخا البحثيه تضمنت تفقد المزرعه للمحاصيل الاستراتيجيه كالذره الشاميه واصنافها الجديده، والتي تقام على مساحه 1000 فدان ومزوده باحدث الاجهزه العلميه والصوب الحديثه. الهجوم دي طبعا هي الصفه الثابته فيها كلها ان هي عاليه المحصول، بالاضافه الى بعض الصفات الاخرى اللي بتجمع بينها وبين صفه المحصول. فهناك هجوم ممكن تبقى محصول وسلاج، المزارع اللي عايز يعملها سلاج تبقى موجوده، وفي هجوم مبكره بتوفر على الاقل ريه، يعني توفر 300 ل 400 لتر ميه. امكانيات بحثيه جديده تتميز بها محطه سخا للبحوث الزراعيه، والتي تشمل أنشطة بوقع 80 قسما علميا، من بينها البرنامج القومي لتقاوي الخضر للمزارعين. جولة ميدانية هامة لوزير الزراعة لمحطة سخا للبحوث الزراعية، والتي تعد منارة العلم والعلماء لمتابعة انتاج الأصناف الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية وتعظيم انتاجية المحاصيل ومواكبة التغيرات المناخية ومكافحة الآفات، بما ينعكس على تحقيق الأمن الغذائي لمصر. من داخل محطة سخا للبحوث الزراعية بمحافظة كفر الشيخ، أحمد ممدوح، أني. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أماكن تظلمات الثانوية العامة بالمحافظات بإعطاء أولوية لفحص التظلمات المقدمة من طلاب الثانوية العامة الراسبين والبالغ عددها 11000 تظلم، وذلك حرصا من وزارة التربية والتعليم على مصلحة الطلاب. أكدت الوزارة في بيان لها اليوم أنها حريصة على حصول كل طالب على حقه، مشيرة إلى أنه جاري تحديد مواعيد الاطلاع لباقي الطلاب الذين تقدموا بطلبات تظلم، وسيتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني للتظلمات الثانوية العامة. وتهيب الوزارة بأبنائها الطلاب بعدم التوجه إلى أي مقر لفحص التظلمات إلا من خلال المواعيد المحددة والمعلنة عبر الموقع الإلكتروني للتظلمات. طيب احنا معنا تقرير ولا نكمل في له؟ طيب هنشوف كمان التقرير ده وبعده يبقى عندنا مداخلة. الرئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على المعام على مكتب التنسيق السيد عطا قال إن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 165000 طالب على موقع التنسيق الإلكتروني، مضيفا إمكانية تعديل الرغبات حتى 7 مساء غدا الاثنين أو غدا الاثنين. انت عاوز ايه هي؟ حقوق. ماشي، هنخش على حقوق كده، هندوس على حقوق. المربع الثاني ده في المكان، يبقى احنا خدنا الكليه والمكان بتاعها تحت. بيقول لي انت ليك انت حلوان ثم شبين ثم ليه؟ ما تقوليش يا استاذ احمد طب ليه ماليش عين شمس ولا ليه القاهره؟ يقول لك عشان مجموعك بادئ من حلوان. جاب 60%، عايز اخش حقوق عادي. في احنا قدمنا على اللي هي الحلوان وكده، بس يعني مش عارفه التنسيق هيوصلنا لفين يعني. ان شاء الله خير. انجلش ان شاء الله. ليه اخترت اللغات؟ بحبها يعني، بحبها من زمان يعني، بحب اللغات. وفي مشهد يعكس اهميه الموقف اصطحب اولياء الامور اولادهم الى مكتب التنسيق لمساعدتهم في ابداء الرغبات. انا كنت عايز يعني اخش تربيه او كده في جامعه القاهره هنا، عشان احنا قريبين من جامعه القاهره. مفيش الا 5 دقايق نجيب جامعه القاهره، كان الوان دي بعيده. هو حضرتك هو عاوز تربيه بعيده خالص جدا، ما جابش التربيه.
ما فمش مش 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 جاله اداب موجوده. وصال تسجيل الرغبات. تمام. وصال تسجيل الرغبات ده بيحدد انت سجلت في نفس اليوم ونفس الدقيقه ونفس الساعه اللي انت سجلت فيها، وبيقول لك رقم الاصاله اهو، ده رقم التسجيل بالنسبه للناس. لو حبيت تعدل بتقدر تعدل طالما المرحله شغاله. تمام. فاحنا معانا لحد يوم الاثنين الساعه، لو حبيته تعدل. وطبعا لا، التوقيت ما متحدد لسبعة مساء. سبعة مساء. اه. بعد السبعة ما ليش تعديل. هيكون قفل. هيكون قفل. اه تمام. اوكي. هيكون قفل. تمام. دلوقتي انا كنت بقدم لبنتي، المفروض ان هي تعتبر عايزة اداب انجليش. فهي اللي كان اللي انا جيت لغاية هنا بس عشان ابقى متأكدة من ان انا بحط رغبات صح. فدلوقتي جاي لها اقاليم، جاي لها المفروض هي عايزة حلواني القاهرة، ان احنا ساكنين في اكتوبر. وإلى ذلك فإن طلاب المرحلة الثانية أمامهم فرصة سانحة للقبول بكلية الطب البيطري والحاسبات والعلوم والذكاء الاصطناعي والاقتصاد والفنون والتخطيط العمراني، متاحة لأكثر من 269 ألف طالب وطالبة لتلك المرحلة. محمد محروس، النيل. طيب، للمزيد بتنضم الينا عبر الهاتف الاستاذه نيفين شحاته، نائب رئيس تحرير الاهرام والمتخصصه في شؤون التعليم. استاذه نيفين، مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا وسهلا. نقطتين بيحيروا كل الناس. النقطه الاولى، كل الناس اللي قدمت تظلم بيقولوا ما فيش اي حاجه جات لنا. الوزاره بتقول دلوقتي ان احنا حطينا الاولويه للراسبين، ثم بعد كده تباعا هيكون في على الموقع الالكتروني بالنسبه لباقي الطلاب. اشرح لنا التفاصيل المتعلقه بهذا الامر، وسعادتك بتقول ايه لاولياء الامور؟ هو بالفعل النهارده كان حصل بعض المشاكل في كنترول السادس من اكتوبر، وده نتيجه لتوافد عدد كبير من الطلاب دون ان تصلهم رساله الاطلاع. يعني كل طالب بيقدم التظلم في رساله بتجيله بمكان وموعد الاطلاع. فالحقيقه النهارده الطلاب توافدوا على مقر السادس من اكتوبر، مقر الكنترول هناك، وحاولوا ان هم يطلعوا على التظلمات دون ان ترسل اليهم الرساله، خوفا من بدء امتحانات الدور الثاني وعدم تمكنهم من الاطلاع على التظلمات. فطبعا الوزارة يمكن لحتى الآن، حتى اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها دي، ما زالت الكنترول في السادس من أكتوبر شغال علشان يستوعب كل هؤلاء الطلاب. فالوزارة طلعت بيان النهاردة وقالت للطلاب وأولياء الأمور، ما حدش يجي مقر الكنترولات إلا لما نبعت رسالة بتوضح المكان والموعد بتاع الاطلاع. أيوة يا أستاذة نفيد، بس هو ده الحقيقة يعني رغم تصريح الوزارة، بس ده مش حل. ليه؟ لان الطلبه كتير جدا قدمت على التظلمات وعايزين يشوفوا نفسهم هيكونوا في المرحله الاولى ولا الثانيه، وهم برضو شايفين ان الوزاره متاخره في عمليه حسم هذا الامر. حضرتك شايفه ده ولا الامر كبير على الوزاره يعني؟ لا، الحقيقه مش كبير ولا حاجه. القصه كلها بدا بقالها 5 ايام فقط، الاطلاع بادئ بقاله 5 ايام فقط. وطبعا في عمليه تنسيق في المواعيد واعداد الطلاب، وطبعا ده ممكن ياخد شهر شهرين، الوزاره ما عندهاش اي مشكله. ولو في اي طالب بيستحق اي درجه بيدخل في المرحله بتاعته في الكليه اللي بتتناسب مع الحد الادنى بتاعه، حتى لو في تعديل في التظلمات، يعني لو زاد درجات بيدخل طبيعي جدا، حتى لو موعد المرحله انتهى، ده بالتنسيق طبعا مع مكتب التنسيق في وزاره التعليم العالي، حتى لو المرحله بتاعته انتهت بيدخل في مرحلته مع اقرانه ومع زملائه، وحقه يعني بيحفظ. ما فيش اي طالب يعني لا ياخذ حقه في وزاره التربيه والتعليم فيما يتعلق بالتظلمات. وطبعا انا زي ما بقول لحضرتك، هو اللي يمكن يسبب الازمه دي النهارده ان بدات امتحانات الدور الثاني وفي حوالي 11,000 طالب راسب. طبعا مساله التظلمات دي ممكن تعدل نتيجته من راسب لناجح، فعشان كده النهارده كان في تكالب كبير جدا على التظلمات. وعلشان كده احنا بنناشد اولياء الامور والطلاب ان هم ينتظروا الرساله اللي هتجي لهم على موقع الالكتروني اللي خاص بالتظلمات على موقع الوزاره بميعاد ومكان الاطلاع. وفي كل محافظه في مقر للاطلاع، يعني كل مجموعه محافظات ليها مقر للاطلاع، عشان مش لازم كل الطلاب يجوا للقاهره. يعني في محافظات يعني بيطلعوا في 6 اكتوبر، وفي محافظات اخرى مثلا لمدن القناه ومدن الصعيد والوجه البحري. يعني الحقيقه في كل اماكن
في مقر للاطلاع، وده طبعا تسهيلا على الطلاب واولياء الامور عشان مش كلهم يضطروا ان هم يجوا القاهره هنا او يجوا. طيب هو عدد كبير تقدم للتظلمات يا استاذه نفين، عندك رقم معين؟ هو طبعا حتى الان يعني ما فيش امر، يعني ما فيش رقم محدد بالنسبه لاعداد التظلمات، لكن العدد حتى الان وصلوا لحوالي 30,000، وطبعا في احتماليه ان العدد يزيد خلال الفتره المقبله، لان كل الطلاب ما يعني بيطلعوا، او في طلاب بيبقى بيطلعوا على ماده او اكثر من ماده، يعني في اعداد كبيره الحقيقه هذا العام، لان في طلبه عندهم دور ثاني فبيتمنوا ان هم يلحقوا بزملائهم الاخرين، في طلبه راسبين عايزين يعدلوا نتيجتهم من راسب لناجح، ففي اعداد كبيره الحقيقه مقدمه تظلمات، وبنتمنى لهم التوفيق والنجاح ان شاء الله باذن الله. النقطة الثانية، يعني المشرف العام على مكتب التنسيق بيقول إن عدد الطلاب المتقدمين للمرحلة الثانية حوالي 165,000 طالب حتى الآن، وإن إمكانية تعديل الرغبات مطروح حتى 7 مساء الاثنين القادم بإذن الله، التفاصيل عند حضرتك. هو بالفعل طبعا دلوقتي طلاب المرحلة الثانية بيسجلوا رغباتهم، وطبعا بالناسب ان الطلاب اللي لسه ما سجلوش يعني سرعة التسجيل، لان اخر فرصة ليهم هي يوم الاثنين لحد 7 مساء، وايضا من حقهم ان هم يعدلوا الرغبات حتى هذا التوقيت. ممكن وزير التعليم العالي يمد فترة التنسيق ليوم او يومين اخرين، لكن حتى هذه اللحظة هو لحد يوم الاثنين 7 مساء. كان في اخطاء كتير لطلاب المرحلة الاولى في ان هم يعني اخطاوا فيما انهم ما سجلوش الكليات اللي متناسبه مع الحدود الدنيا بتاعه او التنسيق بتاعهم، فعشان كده يا ريت كل طالب يكتب ورقه قبل ما يسجل على الموقع الالكتروني، ويستشير زملائه الاكبر منه، ويروح المراكز بتاعه التنسيق اللي منتشره في الجامعات المصريه، بيبقى فيه هناك مرشدين تعليميين يستعين بيهم. هذه المراكز بتفتح من 9 صباحا لحد 3 مساء، فيروح ويخليهم يساعدوه بحيث ان هو ما يخطأش في مساله كتابه الرغبات، لان هذا الخطأ ممكن يخليه يروح كليه ثانيه هو لا يرغبها، او ممكن ان هو يستنزف كل الرغبات دون الحصول على الكليه التي تتناسب مع تقديره مع مجموعه. فعشان كده يعني لازم ان هم يعني يفحصوا هذا الامر جيدا، ويحلوا يعني يكتبوا في ورقه خارجيه هذه الرغبات، ثم يسجلوها على التنسيق موقع الالكتروني التنسيق، عشان ما يضطروش ان هم يعني ينتظروا لنهايه كل المراحل ويبقوا مع الطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل رغباتهم او اللي عندهم اخطاء في تسجيل رغباتهم. بشكرك على كل هذه المعلومات الاستاذه نفين شحاته، نائب رئيس تحرير الاهرام والمتخصصه في شؤون التعليم، شكرا جزيلا. أعلن وزير التجارة والصناعة أحمد سمير طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لثلاث مجمعات صناعية جديدة تشتمل على 1000 وحدة صناعية كاملة المرافق والتجهيزات في 3 محافظات بالصعيد ويقنا وأسيوط وأسوان، وتستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والدوائية ومواد البناء والنسيجية. وأكد أن الهيئة ستعلن عن وحدات المرحلة الثانية من المجمعات الصناعية المتوافرة في كل من بني سويف والمنيا والبحر الأحمر والسادات والغربية وسوهاج والأقصر. يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية مصنع جاهز للترخيص لتشغيل الشباب ودعم قطاع المشروعات الصغيرة، وخطة الوزارة للتوسع في مشروعات المجمعات الصناعية وخلق محاور تنمية جديدة وخاصة في صعيد مصر. للمزيد بينضم إلينا عبر الهاتف السيد المهندس محمد البهية، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات. باشمهندس تحياتي، أهلا وسهلا. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين يا فندم. طيب يعني الدولة النهاردة بتقول إن في مجمعات صناعية جديدة وبتشجع في هذا الإطار، حضرتك بتشوف هذا الأمر إزاي، خاصة أن هذه المجمعات الصناعية في صعيد مصر؟ الحقيقه دي رؤيه القياده السياسيه من اليوم الاول، والسيد الرئيس طبعا بيقول يعني هذه الكلاستر او التجمعات اهميه خاصه. احنا بنقول يعني صناعات صغيره، لكن احنا بنطلق عليها صناعات مغذيه، اللي هي طبعا بتزيد او تعمق التصنيع المحلي، وده طبعا بيجعل الصناعات المصريه تتقدم خطوه للامام سواء في الاسواق الداخليه كمنافسه او المنافسه في الصادرات. هذه المجمعات المفروض حضرتك اشرت انهم 1000، هو المفروض المرحلتين اكثر من 5000 وحده. المهندس احمد سمير طبعا المفروض ان هو طبعا راجل يعني مذاكر كل ملفات الصناعه من خلال توليه لجنه الصناعه في مجلس النواب
الدورة الماضية واللجنة الاقتصادية في هذه الدورة. فهو الحقيقة جاي ومعاه حقيبة تقريبا فيها كل الأمال للصناعة، وهو أيضا أحد رجال الصناعة يعني. فالمفروض حضرتك إن هو يعني تقريبا حلحل الأمر بالنسبة لهذه التجمعات، بحيث إن هو وضع كتير جدا من التسهيلات، أهمها طبعا إنه بيمنح فترة سماح 9 أشهر من بداية المشروع حتى يستطيع يعني الصانع الصغير أو الرواد في الصناعة إن هم يتمكنوا من تجهيز مصانعهم دون ضغط أو دون حاجة لسداد قيمة الإيجار. وتفتكر 9 شهور كافية يا باشمهندس؟ 9 شهور في ظل الظروف الحالية اللي احنا بنمر بيها، 9 شهور كافية لحد بيبتدي؟ أنا بسألك كراجل بتشتغل في الصناعة يعني. لا ما يعني ما أنا بقول لحضرتك هو كان الأفضل إيه؟ ما هو الأول كان من أول شهر بيدفع، النهارده لما يضع 9 شهور سماح أعتقد إن ده يعني ده سنة إلا ربع، أعتقد إن هو وقت مناسب جدا لأن المصانع جاهزة زي ما حضرتك أشرت بالمرافق، فهو بس هيضع الماكينات وهيجهز نفسه للعمل. القضية بالنسبة لنا يعني هي فكرة طبعا التشغيل مهمة جدا، لأن لو كل مصنع بياخد 50-60 شخص يعني أعمال مباشرة وغير مباشرة، هتجد طبعا إن إحنا بنتكلم النهارده في أكثر من 250,000 شاب هيلتحقوا بالعمل في هذه الوحدات. هذا أمر أعتقد إن هو أمر جيد جدا، وهي طبعا يعني خطوة على الطريق، لأن أعتقد الدولة بعد ما عملت ظهير صحراوي يعني وضعت فيه كل هذه التجمعات، بحيث ان هي يعني تقريبا بتستهدف المحافظات اللي فيها شباب يعني كثير جدا في سن العمل، وبيحتاج هذا طبعا التوجه عشان نقدر ان احنا نحافظ على الامن القومي المصري من خلال فرص التشغيل المتاحه في هذه المحافظات. بشكرك جدا السيد المهندس محمد البهي عضو اتحاد الصناعات، شكرا جزيلا. أكد وزير السياحة والأثار أحمد عيسى على ضرورة تضافر جميع الجهود لإنجاز الأعمال المتبقية في المتحف المصري الكبير في التوقيتات المحددة. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها عيسى في المتحف الكبير للوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية فيه، حيث استعرض خلال الجولة آخر مستجدات الأعمال بمشروع المتحف والمنطقة المحيطة به وتطورات الأعمال الإنشائية به، وكذا تطورات الأعمال بمتحف مراكب خوفه، بالإضافة إلى آخر المستجدات في أعمال تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف والموقف التنفيذي للمنطقة الخدمية. تمكنت قوات الحماية المدنية اليوم من السيطرة على حريق نشب بأحد المراكز التجارية وإخماده، وأفادت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بالتكييف المركزي أعلى سطح المبنى أو المركز التجاري من الخارج وامتد إلى المظلة الخاصة بإحدى البوابات. أفاد مصدر أمنية أنه تمت السيطرة على الحريق دون أي خسائر في الأرواح أو التأثير على البنية الأساسية للمبنى، كما تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق واتخذت الإجراءات القانونية، فيما تم تكليف إدارة البحث الجنائية بالتحري عن الواقعة. أكد محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة أن الهدف من إقامة مهرجان المانجو هو الوصول بمحصول المانجو الذي تتميز به المحافظة للأسواق العالمية نظرا لجودته وتميزه، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي. جاء ذلك خلال مشاركته في مهرجان المانجو الأول بمحافظة الإسماعيلية. باعتبارها ملكة الفاكهة وبهدف الترويج التجاري للمانجو وجذب الاستثمارات، شهدت محافظة الإسماعيلية مهرجان المانجو في دورته الأولى، وبدأ المهرجان بفعاليات شعبية في الشوارع والحدائق بحضور كبار المسؤولين وعدد من السفراء ومحافظ الإسماعيلية. محافظة الإسماعيلية محافظة زراعية بالأساس، بتتميز بأن منتجاتها الزراعية بالكامل منتجات مميزة، سواء كان الموالح أو السمسم أو الفراولة أو الخضروات، ولكن بيجي طبعا على رأسهم الحقيقة المانجا. ويمكن محصول المانجو يمكن احنا كان فعلا بقالنا سنتين بنقابل فيه مشكلات، وزارة الزراعة بالتعاون مع مديرية الزراعة والإرشاد الزراعي وجهد المزارعين
كلهم اجتهدوا ان هم يعدوا هذه المشكلات، وقدرنا الحقيقه ان احنا نتخطاها فعلا. والسنه دي المحصول رائع من حيث الكميه ومن حيث النوعيه. محافظه اسماعيليه من المحافظات الرائده في زراعه محصول المانجو، وتمثل تلت مساحه الجمهوريه من حيث المساحه ومن حيث الانتاج كما ونوعا. وان المانجو الاسماعيلاوي بياخد طابع خاص خلاف اي مانجو منزرع بدائره الجمهوريه. يعرض المهرجان على مدار يومين كل ما يتعلق بمحصول المانجو المتميز لتعريف العالم به، حيث تنتج المحافظة أنواعا مختلفة من المانجو التي تتميز بجودتها. أول مرة السنة دي نعمل مهرجان المانجا، الحمد لله ناجح، وشفنا ناس كتير جات من مصر وجات سفرة دبلوماسيين وملاحقين تجاريين، ناس كلها جات نورتنا، اصحاب شركات كلهم جم من مصر النهارده، جم من جميع الدول العربيه وجم شرفونا النهارده في المهرجان. وزي ما انتم شفتوا كده عارضين مانجا وعارضين شتلات وعارضين كل حاجه في المعرض. كان في مجموعه من السفراء موجودين معانا، فان شاء الله يبقى في ترويج كويس بالنسبه لخارج مصر، وبالنسبه طبعا بنعرف مصر كلها المانجا بتاعت الاسماعيليه. تعد محافظه الاسماعيليه اكثر محافظات مصر انتاجا للمانجو، وهو المحصول الاشهر بها، حيث يشكل الترتيب الاول ضمن انواع الفاكهه المزروعه بالمحافظه، وتستحوذ محافظه الاسماعيليه على ثلث المساحه المزروعه بالمانجو على مستوى الجمهوريه. وسط أجواء من البهجة انطلقت فعاليات مهرجان المانجو بمحافظة الإسماعيلية وفي نسخته الأولى بهدف الترويج لهذا المحصول المهم وفتح أسواق جديدة للتصدير، فضلا عن الترويج للسياحة الداخلية. من محافظة الإسماعيلية أمل صبري، النيل. مشاهدينا الكرام، ده كان استعراض لمجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام. بعد قليل إلى حوارات من القاهرة. الحقيقة يمكن من أيام كان التعديل الوزاري الأكبر بالنسبة للحكومة المصرية منذ عام 2018، 13 حقيبة وزارية تم تغييرها، الدفع بوجوه جديدة في أماكن متعلقة بالعمل العام من خلال هذه الوزارات كيف يراه المواطن. ده هيكون مسار الحوار الأول في من القاهرة بعد قليل، ابقوا معنا.